كمان لازم اتكلم عن وليد سليمان، عن كابتن وليد سليمان اللي قضى مسيره رائعه مع الاهلي، احد الكوادر الشابه اللي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيسعى لتحضيرها ليستثمرها النادي الاهلي في المستقبل. وليد سليمان بطبعه هادي، ما بيتكلمش كتير، بيحب يتعلم، ملوش مشاكل مع حد سواء على المستوى الفني، حاصل على رخصه ايه، وعلى المستوى ده على المستوى الفني، على المستوى الاداري حصل على دبلومه الفيفا للاداره الرياضيه، وحاليا بيبدا مشواره رئيسا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. واعتقد ان معاه كوادر هيستفيد منهم وهم هيستفيدوا منه، وهيكونوا معاه فريق عمل ان شاء الله يكون اكتر من رائع. كابتن احمد ناجي والكابتن بدر رجب الحقيقه هيكون اعتقد لهم دور كبير جدا جدا في اللي بيحصل خلال هذه الفتره. والحقيقه الاهلي دايما محظوظ بابنائه، يعني لما تشوف كابتن وليد سليمان تشوف كابتن ناجي وتشوف كابتن بدر رجب، هذا الثلاثي فعلا قدوه لاي ناشئ. تواجدهم في قطاع الناشئين ان شاء الله هيعمل شكل مختلف ورائع، وهيكمل على الشغل اللي كان للنادي الاهلي. بالمناسبه هو مش اسم بيعمل تطوير، هو النادي الاهلي بيطور من قطاع ناشئيه. اللي بينفذ سياسه النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت كابتن خالد بيبو، دلوقتي كابتن وليد سليمان هو اللي بينفذ سياسه النادي الاهلي. كابتن وليد انا متفائل جدا ليه ومتحمس له ومتحمس لتجربته جدا، وان شاء الله نشوف باذن الله نجاحات ليه خلال الفتره القادمه، ونتكلم هنا عنها داخل قناه النادي الاهلي.